الانتخابات كانت تعكس حالة من يعني من الغضب الشعبي. هو كان تصويت احتجاجي، كان نوع من الديجاجيزم يعني تجاه طبقة سياسية، هذا من ناحية. طبقة سياسية طبعا اللي حكمت خصوصا من 2014 فيما بعد، كان ايضا تصويت احتجاجي ضد الاحزاب السياسيه. وشفنا انه سواء كان قيس سعيد او نبيل القروي، رغم انه عنده حزب، ولكن طبعا حزب جديد هو عباره اشبه بماكينه انتخابيه، يعني مش حزب سياسي بتوجهات او طرح ايديولوجي معروف او تموقع معروف. يعني بالعكس، يعني انا تقديري انه قلب تونس كان اكثر نوع من الماكينه الانتخابيه اكثر منه. طبعا كان ايضا يعني تصويت احتجاجي وتصويت غاضب تجاه ايضا الطريقه التي اديرت بها مرحله ما بعد 2014، بمعنى انه اهمال، وخصوصا 2014 وحتى 2011 للامانه، يعني نفذ صبر جزء كبير من الشعب، وخصوصا طبقات الوسطى وطبقات الشعبيه والشبان اللي صوتوا بكثافه لقيس سعيد، انه اهمال المساله الاقتصاديه والاجتماعيه يعني كلف الطبقة السياسية التي حكمت في السنوات الأخرى خسارتها في الانتخابات هذه. وتقديري أنه هذا يعني مهم ومفيد، أنه وكأنه رجعنا إلى شعارات الثورة، إلى شعارات تقريباً 2011، خصوصاً طبعاً مع تصويت قيس سعيد. ولكن في نفس الوقت هناك صعود لموجة شعبوية مع نبيل القروي، وكلا الموجتين سواء كان التصويت العقابي الرافض للأحزاب السياسية، الرافض حتى للحياة البرلمانية أو النظام البرلماني، بمعنى رافض لكل الوساطات السياسية نوعا ما. ما يلزمناش نغفلوا على لحظة 2011، هي أم البدايات إن صح التعبير. لحظة 2011 هي لحظة الثورة، هي اللحظة الكبيرة لبداية الطموح لتحقيق تغيير حقيقي، ولكن للأسف لم يتغير شيء، لا في اتجاه الثورة ولا حتى في اتجاه تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. بالعكس، يعني وكأنه كان طبعا اهتمام الطبقة السياسية المنصب على السياسة السياسوية اليومية لمانوفر بوليتيك إن صح التعبير، أدى بحالة من النفور من الطريقة التي تمارس بها السياسة، يعني بمعنى أنه صار عن جزء كبير من الشعب ومن الناس اللي انتخبوا في نهار الأحد اللي فات يعني نوع من القناعة أنه السياسة اليوم تكاد تقتصر على السمسرة السياسية، على الفساد السياسي، على لي مارشانداج، على لي كومبروميسيون، على سلطة اللوبيات، على أنه مش ممكن بالوضع هذا من خلال الأحزاب، من خلال طريقة اقتسام السلطة وترتيب النظام السياسي كما هو الحال بعد الدستور 2014 إحداث تغيير. وبالتالي هو تصويت عقابي من هذا المنحى، يعني من ناحية تصويت عقابي ضد توجه معين، ضد طبقة سياسية معينة، ضد أحزاب معينة. هذا ما يعنيش أنه هو تصويت، هذا ما يعنيش طبعا أنه هو تصويت غير سياسي، أو ما يحملش يعني ما يحملش تفسيرات سياسية أو اعتبارات سياسية. أنا تقديري هو تصويت لصالح رد الاعتبار، خصوصا تصويت قيس سعيد طبعا، ولكن حتى في جانب منه تصويت لنبيل القروي، رد الاعتبار للسياسة بما هي خدمة الناس، إما في معاشهم أو في أمالهم أو في مستقبلهم أو في مستقبل صغارهم، أو في إعطاء نوع من الأمل أنه التغيير ممكن، أنه كل إنسان عنده الحق في بلاده، يعني عنده الحق أنه يطمح أنه غدوة خير. هو تقديري هو سينيال دالارم، يعني هو ناقوس خطر تجاه الأحزاب، أنه الأحزاب في خدمة، يجب أن تكون في خدمة الناس، مش أحزاب في خدمة نفسها أو في خدمة لوبيات معينة أو في خدمة مصالح ضيقة معينة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا تقديري أنه هناك منحة لسياسة تكون أكثر، أو لأخذ القرار السياسي آليات، لإيجاد آليات لأخذ القرار السياسي تكون أكثر أفقية، وهذا شفناه في إيطاليا، يعني صعود مثلاً لموفمون سانكيتوال مثلاً، اللي بالمناسبة مش يشابه في نوعا ما صعود موجة قيس سعيد. يعني قيس سعيد أستاذ حقوق جوزيبي كونتي، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، أستاذ حقوق لم يسبق له أن كانت له تجربة سياسية في السابق،
الموفمون 5 ايتوال هو تقريبا اون بلاتفورم فيها تصويت مباشر، يعني كل القرارات التي تؤخذ تقريبا يقع تصويت الكترونيا من قبل 80,000 منخرط على القرارات اللي تؤخذ. فبالتالي هناك حاجه الى وكانه اشراك الناس في اخذ القرارات، سواء كانت قرارات كبيره او قرارات صغيره. الاحزاب لم تعد قادره، على الاقل في صيغتها التونسيه اللي شفناها في 8 أو 9 سنوات الفارطه، لم تكن قادره على اشراك الناس على بناء نوع من الثقه. بالعكس شفنا حتى احزاب كانت تملك خزان انتخابي كبير كما حركه النهضه، شفنا خزانها الانتخابي يتلاشى تدريجيا، لا كانت قادره انه تتوسع، ولا كانت قادره انه حتى ربما انه تحافظ على تمسكها الانتخابي وعلى قاعدتها الانتخابيه. في ظرف سنه تقريبا حركه النهضه فقدت 70,000 إلى 80,000 صوت. بالتالي انا تقديري ليس يعني مش فورسيمون الاحزاب كاحزاب، ولكن اداره الشان السياسي ودور الاحزاب ودور الوسائط السياسيه، الاحزاب كوسائط سياسيه في تلبيه طموحات الناس، طلبات الناس، انتظارات الناس من السياسه. يبدو كأنه هناك من كواليسيون هيتيروكليت، يعني خليط هجين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار خلف قيس سعيد. شفنا ناس ربما ماويين أو من أقصى اليسار، شفنا ناس منتمين لليسار الإسلامي، شفنا ناس كانوا في حملة المنصف المرزوقي مثلا أو في شفنا خليط حقيقة متنوع خلف قيس سعيد. يعني قيس سعيد هو تقريبا الى كريستاليزي هالانتي سيستم، هالمنحة او لا فولونتي ان بو داباتر لو سيستم، انه دو بروبوزي ولا داتر اون بروبوزيسيون انتي سيستم. هذا نجح قيس سعيد في هذا. وطبعا الانتي سيستم ينجم يكون مو فيديراتور لشرائح واسعه لتيارات مختلفه، تجد في لحظه ما تتقاطع مصالحها، تتقاطع انتظاراتها ضد السيستم. هذا متفهمين فيه. الرهان اليوم هو أنه ما الذي سيفعله قيس سعيد لو نجح في الدور الثاني؟ يعني نحن مقدمون على مرحلة فيها الكثير من المجهول، معنا من لي فاريابل انسيرتين، ومحتاجين إلى حقيقة إلى ربما إلى التمعن في بعض المؤشرات في الأيام القادمة والأسابيع القادمة. ما الذي يعني كيف سيتعامل قيس سعيد مع الكتل التي خلفه، مع الانتظارات المختلفة كذا خلفه، ثم كيف ستتعامل اللوبيات والمصالح المتنفذة في تونس والمتجذرة مش جديدة مع قيس سعيد. نحن أمام ان سيستم طبعا كي كومب وكي بروتيج سي بوزيسيون، بمعنى انه يدافع على مصالحه ودافع بشراسه على مصالحه من 2011 الى اليوم، واعاد صياغه نفسه في اطار تعبيرات سياسيه متنوعه ومختلفه، ولكن لم يفقد تقريبا امتيازاته، بالعكس. هذا من ناحيه، ومن ناحيه وفي المقابل هناك كانديدا انتي سيستم. ما الذي كيف سيكون المستقبل؟ ممكن نشوف قيس سعيد قد يكون، خصوصا انه هو لن يبدو لي انه سوف يكون يعني رئيس بدون كتله برلمانيه على الاقل. ربما المستقبل تو يعطينا اجوبه على الكثير من التساؤلات، ولكن يبدو انه سوف يكون رئيس بدون كتله داعمه. ممكن قد ينتهي به الامر الى انه يكون رئيس نوعا ما معزول في قرطاج. لهنا انا تقديري يعني حتى من ناحيه استراتيجيه مهم لقيس سعيد انه يفكر في كتلة تدعمه. يعني نجح في 2019 في الدور الثاني، يبدو كأنه من ناحية هذه النبيل القروي يعني ملائم كومباتيبل مع السيستم، بمعنى أنه قادر على أنه يعمل ديديل، وقادر على أنه يوصل إلى توافقات مع مراكز نفوذ مختلفة ومتنوعة، بينما قيس سعيد يبدو أنه كأنه على النقيض تماماً. هالحالة هذه محتاجين انه خاصة نتفكروا فيها ونفكروا فيها مع بعضنا، لانه مرجح جدا انه سوف تخلق نوع من الانستابيليتي بوليتيك.
أنا تقديري أنه الموجة اللي صارت في 2000 طبعا في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لن تتوقف، يعني لأنه الانتخابات التشريعية مش بتصير العام الجاي، هي بتصير بعد أسبوعين تقريبا. أنا تقديري أنه الموجة لن تتوقف، أنه الأحزاب سوف تخسر الكثير، وحتى من سيتماسك منها سوف يخسر القليل، ولكن ما همش تقديري أنه لن يكون هناك يعني أحزاب رابحة. يعني أنا تقديري أنه كل الأحزاب سوف تتقلص كتلها البرلمانية مقارنة بنتائجها في 2014. وقد نشهد أيضا دخول لائتلافات مستقلة، يعني شفنا سيف الدين مخلوف نتيجته أكثر من 4%، يعني أنا تقديري أنه سوف تترجم يعني نتيجته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية سوف تترجم من خلال تصويت لائتلاف الكرامة في الانتخابات التشريعية. ربما عيش تونسي أيضا قد تستفيد من موجة الشعبوية اللي استفاد منها القروي في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية. ربما قائمات مستقلة سوف تدخل بقوة يعني للبرلمان. أحزاب قد تندثر، يعني نشوفوا أنه أحزاب كما البديل اللي كان متوقع أنه يحقق النتيجة يعني إيجابية نسبيا، مني رئيسه يعني مهدي جمعة بهزيمة مداوية، هل أنه بش يكون قادر على أنه ينجح أو يعمل سكور يعني أكسبتابل في التشريعية؟ نقطة استفهام كبيرة.